السلام عليكم ورحمة الله، أعزائي تلاميذ الثالثة إعدادي، مرحبا بكم في الجزء الثاني من درس علم المناعة، والذي سيكون مخصص للمناعة الطبيعية. في الجزء الأول تعرفنا على مفهوم الجراثيم أو المتعضيات المجهرية، حيث تعرفنا على أوساط عيشها، فهي تعيش في الماء، في الهواء، في التربة، وفي كل مكان حتى على جسم الإنسان. ثم تعرفنا على أنواع وأصناف هذه الجراثيم، قلنا أنها يمكن تصنيفها إلى 4 أصناف، وهي الحيوانات الأولية والبكتيريا والفطريات والحمات أو الفيروسات. وكذلك تعرفنا على خصائص الجراثيم الممرضة، مثل خاصية التكاثر السريع وخاصية التوفر على العليبة، وهي غشاء إضافي يكون عند بعض البكتيريا، وخاصية التغير والتطور السريع، وخاصية التطفل والتكاثر داخل الخلايا، وخاصية إفراز السم. في الجزء الثاني سوف نتعرف على كيف يتصدى الجهاز المناعي لما هو غير ذاتي، ومن بين العناصر غير الذاتية وأهمها طبعا هو الجراثيم. سوف نتعرف كيف يقوم الجهاز المناعي بالتصدي لهذه الجراثيم التي تتواجد في كل مكان وتحيط بجسم الإنسان. إذن كما يمثل الجدول التالي، لدينا عدد الجراثيم الموجودة في بعض المناطق من الجسم، كمثال في اليدين لدينا حوالي من 10,000 إلى 10,000,000 جرثوم في كل سنتيمتر مربع. يعني إذا أخذنا مربع صغير على اليد، طول ضلعي هذا المربع هو 1 سنتيمتر، تكون مساحته هو 1 سنتيمتر مربع. داخل هذا المربع الصغير يمكن أن نجد حتى 10,000,000 جرثوم، هو عدد كبير جدا. في فروة الرأس يمكن أن نجد من 10,000 إلى 100,000 جرثوم في كل سنتيمتر مكعب. في ثنية الفخذ توجد حوالي 1,000,000 جرثوم في كل سنتيمتر مربع. في الحفر الأنفية يمكن أن نجد من 1000 إلى 10,000 جرثوم في كل سنتيمتر مكعب. وفي الماء الغليظ، وهو من أكثر الأماكن التي تحتوي على جراثيم، وهي طبعا بكتيريا نافعة، يمكن أن نجد من 1 مليار إلى 100 مليار جرثوم في كل مليليتر. بينما على مستوى الدم نجد 0 جرثوم، يعني أن الدم يكون خالي من الجراثيم. السؤال الذي يطرح هنا، كيف أن هذا الكم الهائل من الجراثيم الموجودة على سطح الجلد في مختلف الأماكن، كيف لا تستطيع الدخول إلى الدم، أو من الذي يمنعها من الدخول إلى الدم؟ الدم يجب دائما أن يكون خالي من الجراثيم، فوجود الجراثيم في الدم يعني أن الشخص مريض أو مصاب بجراثيم. إذن كما لاحظنا، رغم تواجدنا داخل بيئة تعج بالجراثيم الممرضة، فهي موجودة في الهواء الذي نتنفسه، موجودة في الأشياء التي نمسكها، موجودة حتى على جلدنا وأجسامنا وعلى ثيابنا، ولكن نادرا ما يصاب الإنسان بالأمراض، أن هذه الجراثيم لا تتمكن من الولوج إلى الوسط الداخلي للجسم. فكيف يمنع جسمنا تسرب هذه الجراثيم إلى الوسط الداخلي؟ وفي حالة تسربها كيف يتصدى لها؟ هناك عنصرين، في الأول هناك حواجز تمنع دخول هذه الجراثيم، وحتى وإن تمكنت هذه الجراثيم من تخطي هذه الحواجز والدخول إلى الجسم، فإن هناك جهاز، طبعا هو الجهاز المناعي، يتصدى لهذه الجراثيم، وهذا ما سنتعرف عليه في هذا الدرس. لكن قبل ذلك هناك بعض المفاهيم التي يجب توضيحها لكي يسهل فهم الدرس. من بين هذه المفاهيم أن جميع العناصر الغريبة عن الجسم يعتبرها جسمنا أنها غير ذاتي أو غير ذاتية. من بين هذه العناصر التي يعتبرها الجهاز المناعي غير ذاتية لدينا الجراثيم، سمينات الجراثيم، المواد السامة التي تخرج الجراثيم، الأعضاء الأجنبية، الأعضاء المزروعة مثلا، عندما ننقل مثلا قطعة من الجلد من شخص إلى شخص آخر ونزرعها لهذا الشخص،
أو لنقل كلية مثلا من شخص إلى شخص آخر، فالشخص الذي يستقبل هذا العضو جهازه المناعتي يعتبر هذا العضو كأنه أجنبي وغير ذاتي، ويقوم جهازه المناعتي بمهاجمة هذا العضو. كذلك الخلايا السرطانية فهي تعتبر غير ذاتية، لأن رغم أن الخلايا السرطانية هي خلايا تنتمي للجسم في الأصل، فهي خلايا الجسم، لكن الجهاز المناعي يعتبرها غير ذاتية. لماذا؟ لأن أصبحت خلايا غير عادية، أصبحت خلايا متغيرة، وبالتالي فالجهاز المناعي يعتبرها أنها غير ذاتية ويهاجمها ويقضي عليها. إذن هذه العناصر الغير ذاتية التي تثير استجابة مناعتية، يعني يتم مهاجمتها من طرف الجهاز المناعي، نسميها مولد مضاد. سنستعمل كثيرا هذا المصطلح، مصطلح مولد مضاد، بالفرنسية أونتيجين. سمي مولد مضاد لأنه يولد ضده استجابة مناعتية. لكي يتصدى الجسم لهذا المولد المضاد يقوم بردود أفعال، وردود هذا وهذه ردود الأفعال نسميها استجابات مناعية. عندما نسمى استجابة مناعية يعني ما يقوم به الجهاز المناعي لكي يتصدى للعناصر الغير الذاتية، أو نسميها للمولد المضاد. الهدف من هذه الاستجابة المناعية هو إبادة والقضاء على المولد المضاد أو إبطال مفعوله، طبعا مع الحفاظ على ما هو ذاتي. يعني جهازنا المناعي يتدخل بنمطين أو بنوعين من المناعة. النوع الذي يتدخل في المرحلة الأولى نسميه المناعة الغير النوعية أو المناعة الطبيعية، والنوع الثاني يسمى المناعة النوعية أو المكتسبة. في هذا الجزء سنتعرف فقط على المناعة الغير نوعية أو الطبيعية، بينما المناعة النوعية سنتعرف عليها في الجزء الموالي. تتجلى المناعة الطبيعية الغير نوعية أولا في الحواجز التي يملكها الجسم، والتي تسمى الحواجز الشراحية الطبيعية. هذه الحواجز الشراحية الطبيعية يمكن تقسيمها إلى نوعين، هناك حواجز ميكانيكية أو فيزيائية، وهناك حواجز كيميائية. الحواجز الميكانيكية أو الفيزيائية هي حواجز صلبة، دورها أنها تمنع الجراثيم من الدخول إلى الجسم، وأهم هذه الحواجز طبعا هو الجلد. الجلد هو أهم حاجز من هذه الحواجز الميكانيكية، لأن فجسم الإنسان كله مغطى بالجلد. لماذا كله مغطى بالجلد؟ لكي يمنع تسرب الجراثيم الموجودة في الهواء وطوق الجسم من الدخول إلى الجراثيم، ولا تتمكن هذه الجراثيم من اختراق الجلد إلا في حالة حدوث الجرح. العنصر الثاني بعد الجلد من الحواجز الميكانيكية هو ما نسميه بالأغشية المخاطية، وهي الأغشية الموجودة سواء في الجهاز التنفسي، في المسالك التنفسية، في الرغامة، وفي القصبتين الهوائيتين والقصيبات الهوائية. جدار هذه المسالك يسمى غشاء مخاطي، وهو يمنع دخول الجراثيم إلى الوسط الداخلي. كذلك الأغشية الموجودة في الجهاز الهضمي، الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي يمنع دخول هذه الجراثيم إلى الوسط الداخلي للجسم. كما لدينا كذلك شعيرات صغيرة جدا نسميها الأهداب، مثل الأهداب الموجودة في الأنف. كما لدينا شعيرات صغيرة جدا نسميها الأهداب، مثل أهداب الحفرة الأنفية والأهداب الموجودة في الرغامة والقصبات الهوائية، والتي تتحرك باستمرار نحو الخارج. عندما نستنشق الهواء يكون محملا بالغبار وببعض الجراثيم، وهذه الأهداب أو الشعيرات هي التي تمنع دخول هذه الجراثيم وهذه العناصر الأجنبية وتطردها إلى الخارج. كل هذه العناصر تمثل حواجز صلبة نسميها حواجز ميكانيكية أو كيميائية، يتعزز دورها في وجود حواجز من نوع آخر نسميها حواجز كيميائية، وهي عبارة عن إفرازات يفرزها الجسم. وهذه الإفرازات
إما تقضي على الجراثيم أو تمنع تكاثرها. مثلا لدينا الدموع تحتوي على أنزيمات، وهذه الأنزيمات تفكك وتهضم الجراثيم. المخاط الأنفي الذي يمنع تكاثر الجراثيم واللعاب كذلك. العرق يتميز هو العرق وكذلك العصارة الهضمية يتميزان بحموضتهما. والوسط الحمضي يمنع تكاثر الجراثيم، لأن الجراثيم لا يمكن أن تتكاثر في الوسط الحمضي. كذلك الإفرازات التناسلية، إذا كل هذه السوائل والإفرازات فهي تمنع تكاثر الجراثيم أو تقضي عليها، ونسميها حواجز كيميائية. إذا يمكن تلخيص هذه الحواجز الطبيعية للجسم في نوعين، قلنا حواجز ميكانيكية أو فيزيائية أهمها الجلد والأغشية المحيطية، وحواجز كيميائية هي عبارة عن إفرازات للجسم تقضي على الجراثيم أو تمنع تكاثرها، مثل العرق، مثل اللعاب، مثل الدموع إلى آخره. كما لدينا كذلك حواجز أخرى نسميها حواجز إيكولوجية أو بيئية، وهي عبارة عن جراثيم نافعة مثل الجراثيم الموجودة في الماء الغليظ كالقولون، نسميها البكتيريا السابقة. من هذه البكتيريا السابقة فهي تمنع تكاثر الجراثيم الممرضة، وعندما تموت هذه البكتيريا السابقة بسبب سوء التغذية أو اتباع نظام غذائي سيء سوف تتكاثر الجراثيم الممرضة وتظهر عدة أمراض. فهذه الجراثيم كذلك النافعة فهي تشكل حاجز لأنها تمنع تكاثر الجراثيم الممرضة، وتمثل حواجز نسميها حواجز إيكولوجية أو بيئية. لكن ماذا سيحدث إذا تم اختراق هذه الحواجز؟ كما نلاحظ في هذه الوثيقة هنا أصيب الجلد بجرح، عندما يصاب الجلد بجرح سوف تتمكن الجراثيم من الدخول عبر هذا الجرح. فالجلد الإنسان يتكون من طبقتين، طبقة ميتة نسميها البشرة، وطبقة حية وهي الأدمة، والتي تحتوي على شعيرات دموية وتحتوي على ألياف عصبية. هذه الشعيرات الدموية يكون بداخلها طبعا كريات دموية حمراء، كريات بيضاء مفصصة النواة أو متعددة النواة، وكريات بيضاء واحدة النواة. عندما يصاب الجلد بالجرح يحدث في مكان الجرح رد فعل يقوم به الجسم من أجل التصدي للجراثيم التي دخلت عبر هذا الجرح. هذا رد الفعل يسمى الاستجابة الالتهابية، ويكون مصاحبا بعملية تسمى البلعمة. فماذا نعني بالاستجابة الالتهابية أو حدوث التهاب في مكان الجرح؟ هذا الالتهاب يكون دائما لديه أربعة علامات أو أربعة أعراض. هذه الأعراض هي الإحمرار، الارتفاع المحلي لدرجة الحرارة، يعني فقط في مكان الجرح ترتفع الحرارة وليس في الجسم بأكمله، هذا يسمى ارتفاع محلي. الانتفاخ والإحساس بالألم. سنتعرف على ما هو سبب كل عرض من هذه الأعراض. إذا قارنا المنطقة المصابة بالجرح قبل الجرح وبعد الجرح نلاحظ الكثير من الاختلافات. نلاحظ أولا حدوث انتفاخ. ما هو سبب انتفاخ؟ إذا لاحظنا جيدا بالنسبة للشعيرة الدموية، كيف كانت هذه الشعيرة الدموية هنا قبل الجرح وبعد الإصابة بالجرح؟ نلاحظ أن الشعيرة الدموية قد انتفخت وتمددت وتوسعت، وهذا هو السبب في حدوث الإحمرار وكذلك الارتفاع المحلي لدرجة الحرارة. عندما تتمدد الشعيرة الدموية ينخفض الصبيب الدموي، الدم يمر ببطء وتمتلئ هذه الشعيرة بالدم، وهذا ما يعطينا الإحمرار ويعطينا كذلك ارتفاع المحلي لدرجة الحرارة. كذلك فإن الانتفاخ هو ناتج عن خروج بعض مكونات الدم. الانتفاخ هو ناتج عن خروج بعض مكونات الدم إلى مكان الجرح. تخرج البلازما وتخرج الكريات البيضاء المفصصة النواة، وهذا هو السبب في تمدد الشعيرات الدموية. الشعيرات الدموية تتمدد وتتوسع لأجل تسهيل خروج الكريات البيضاء المفصصة النواة إلى مكان الجرح. كما نلاحظ هنا هذه الكرية البيضاء المفصصة النواة تنسل أو تخرج عبر جدار الشعيرة الدموية
إلى مكان الجرح لكي تقضي على الجراثيم التي تسربت إلى الجرح. إذن الكريات البيضاء المفصلة النواة لها القدرة على تغيير شكلها. نلاحظ كيف أصبحت، كيف كانت هنا وكيف أصبحت، فهي تغير شكلها لكي وتتمدد لكي تخرج إلى عبر جدار الشعيرة الدموية إلى مكان الجرح. هذه الظاهرة نسميها ظاهرة الانسلال. الانسلال هو خروج الكريات البيضاء المفصلة النواة من داخل الشعيرة الدموية عبر جدار الشعيرة الدموية إلى مكان الجرح لكي تقضي على الجراثيم. من خروج الكريات البيضاء وخروج البلازما كذلك هو ما يعطينا الانتفاخ. أما الإحساس بالألم فهو ناتج عن إهاجة الألياف العصبية الحسية الموجودة في الجلد. مثل الجلد هو عبارة عن عضو حسي يحتوي على ألياف حسية. هذه الألياف الحسية يتم إهاجتها إما بواسطة الجراثيم المتسربة للجسم أو كذلك بواسطة السمينات التي تفرزها هذه الجراثيم، أو يمكن أن تكون هذه الإهاجة ناتجة عن الانتفاخ، لأن عندما تنتفخ المنطقة المصابة الشعيرات أو عندما تنتفخ المنطقة المصابة الألياف العصبية تتمدد، وهذا هو الذي يؤدي إلى الشعور بالألم. لأن الهدف من الالتهاب هو جذب الكريات البيضاء إلى مكان الجرح، وهذه الكريات البيضاء هي التي سوف تقضي على الجراثيم حيث تبتلعها وتهضمها وتحطمها ثم تطرح هذه الفطام عبر عملية نسميها عملية البلعم. إذن كيف تتمكن هذه الكريات البيضاء المفصلة النواة من القضاء على هذه الجراثيم؟ إذن قلنا أن هذه الكريات البيضاء المفصلة النواة هي التي سوف تقضي على الجراثيم الموجودة في الجرح. وقلنا أن الجراثيم هي عبارة عن عناصر أجنبية نسميها مولد مضاد. إذن الكريات البيضاء تقضي على هذه الجراثيم عبر عملية تسمى عملية البلعمة، وهذه الظاهرة تتم عبر أربعة مراحل. في المرحلة الأولى نسميها مرحلة التثبيت. هذه الخلية البيضاء أو الكرة البيضاء نسميها بلعمية لأنها تقوم بالبلعمة. الكرة البيضاء المفصلة نواة تساوي بلعمية. في المرحلة الأولى تلتصق البلعمية على المولد المضاد يعني البكتيريا، نسمي هذه المرحلة بالتثبيت. في المرحلة الثانية تقوم هذه البلعمية بابتلاع هذه البكتيريا. كيف تبتلعها؟ تحدث امتدادات للسيتوبلازم، للغشاء السيتوبلازمي. الغشاء السيتوبلازمي للبلعمية يتمدد ويشكل شبه أرجل بسودوبود نسميها أرجل كاذبة. أرجل كاذبة يعني شبه أرجل. هذه الأرجل الكاذبة تحيط بالبكتيريا أو بالمولد المضاد وتبتلعه خلال مرحلة الابتلاع. تبتلع داخل فجوة، هي هذه الفجوة نسميها فجوة بلعمية. المرحلة الثالثة تسمى مرحلة الهضم. إذن البلعميات أو الكريات البيضاء المفصلة النواة تكون تحتوي على حويصلات، هي هذه الحويصلات باللون الأحمر. هذه الحويصلات نسميها الليزوزومات. الليزوزومات هي عبارة عن حويصلات تكون مملوءة بأنزيمات هاضمة. هذه الأنزيمات هاضمة يعني تستطيع أن تهضم وتفكك العناصر الأجنبية. عندما تبتلع البلعمية المولد المضاد أو البكتيريا داخل الفجوة البلعمية تنجذب هذه الليزوزومات إلى الفجوة البلعمية وتقوم بتفريغ الأنزيمات الموجودة فيها داخل هذه الفجوة البلعمية. تقوم بتفريغ هذه الأنزيمات داخل الفجوة البلعمية، وهذه الأنزيمات تقوم بتحطيم وتفكيك وهضم هذا المولد المضاد أو هذه البكتيريا. وعندما تتحطم هذه البكتيريا تقوم البلعمية بطرح بقايا هذه البكتيريا وحطامها في الخارج، وهي المرحلة الرابعة والأخيرة وتسمى مرحلة طرح الحطام. في هذه الحالة تكون البلعمية قد تمكنت من القضاء على المولد المضاد فيشفى الجرح، لكن هذه البلعمة لا تستطيع دائما القضاء على المولد المضاد، لكن في أغلب الحالات فهي تستطيع القضاء عليه. لكن في بعض الحالات قد يتكون في مكان الجرح القيح، وعندما نلاحظ القيح بالمجهر
نكتشف أنه يتكون من كريات بيضاء مفصلة النواة، بمعنى من بلعميات، يتكون من بكتيريا أو من جراثيم بصفة عامة، وكذلك من بلازما. إذن وجود اللقاح في مكان الجرح يدل على أن البلعميات لم تستطع القضاء على هذه الجراثيم، وبالتالي فشلت في القضاء عليها، وهذا ما أدى إلى تعفن الجرح. هناك 3 احتمالات عندما تقوم البلعمية بابتلاع الجرثوم، وغالبا ما تستطيع البلعمية في الحالة الأولى من هضم وتحطيم وتفكيك هذا العنصر الأجنبي وإخراج الحطام حيث تتراجع العدوى، وهذا يحصل كثيرا حيث أننا كثيرا ما نصاب بجرح، وسرعان ما يشفي هذا الجرح بدون أن نفعل أي شيء، حيث تتمكن البلعميات من القضاء على هذه الجراثيم عبر عملية البلعمة. في الحالة الثانية، يمكن لهذا الجرثوم أو المولد المضاد أن يبقى في حالة كومون داخل البلعمية دون أن تستطيع البلعمية القضاء عليه، وتبقى الحالة مستقرة، وهذه الحالة نسميها حضانة المولد المضاد. وفي الحالة الثالثة، حيث يستطيع المولد المضاد من التغلب على البلعمية ويتكاثر بداخلها، وهنا يتكون القيح، يتكاثر هذا المولد المضاد وتستمر العدوى. وفي هذه الحالة عندما تفشل البلعمية تدخل المناعة الثانية، وهي المناعة النوعية. إذن البلعمة هي عبارة عن استجابة مناعية، بمعنى هي رد فعل يقوم به الجسم، أو هي وسيلة دفاع يقوم بها الجسم للتصدي للعناصر الأجنبية، ولها عدة مميزات. الميزة الأولى أنها استجابة نسميها فورية. لماذا فورية؟ لأنها تتم بمجرد دخول المولد المضاد، تتم بسرعة، بمجرد دخول المولد المضاد تبدأ عملية البلعمة. هذه العملية تتم بواسطة بلعميات، والبلعميات هي الكريات البيضاء المفصصة النواة. وهناك بلعميات أخرى نسميها البلعميات الكبيرة، وهي وحيدة النواة أو الوحيدات. هذه البلعميات تكون موجودة باستمرار في الدم، فهي تكون قريبة من مكان التعفن، وتوجد كذلك في اللمف وبعض الأعضاء. الخاصية الثانية أو الميزة الثانية التي تتميز بها البلعمة هي أنها مناعة غير نوعية، أو نسميها مناعة طبيعية. لماذا سميت غير نوعية؟ لأنها تكون موجهة ضد جميع أنواع الجراثيم وبدون تمييز. إذن كيفما كان نوع المولد المضاد، فإن هذه الكريات البيضاء المفصصة النواة أو البلعميات تقوم بالقضاء على هذا المولد المضاد بنفس الطريقة، تقوم بالتثبيت عليه وتنتج أرجل كاذبة تحيط به وتبتلعه، ثم بعد ذلك تقوم بتفكيكه وهضمه، وعندما تهضمه تقوم بطرح الحطام كيفما كان نوع الجراثيم بدون تمييز، لهذا نسميها مناعة غير نوعية. غالبا ما تنجح فيشفى الجرح، لكن في بعض الحالات إذا كانت الجرثومة خطيرة فإن هذه البلعمية تفشل فيتكون القيح ويتعفن الجرح، وفي هذه الحالات تدخل المناعة الثانية أو الجهاز الثاني اللي هو المناعة أو النوع الثاني من المناعة، وهو المناعة النوعية. فكيف تتم هذه المناعة؟ هذا ما سنتعرف عليه في الجزء المقبل إن شاء الله. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الدرس. إلى اللقاء إن شاء الله.